أهلا بكم من جديد في وصفة من وصفات مطبخ نصيرة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير البطبوط. البطبوط المغربي، هذا البطبوط هو خبز يستعملوه المغاربة بزاف، خبز خفيف وطري وبنين بزاف. هذا الخبز يعني يستعملوه مع الفطور أو العشاء، يعني كما خبز الدار يأكلوه مع الماكلة الأخرى، يعني يغمسوا به، أو يستعملوه كدي ساندويتش يعمروه من الداخل يعني ويأكلوه، يجي بنين بزاف، يجي طري وخفيف وروعة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير البطبوط المغربي، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتنشوفوا فيها إن شاء الله. لتحضير البطبوط نحتاج إلى المقادير التالية: 3 كيسان فارينة، 2 مغارف حليب بودرة، مغرف كبيرة خميرة خبز، مغرف كبيرة زيت، نصف مغرف صغيرة ملح، ومغرف كبيرة سكر، والماء اللي نعجنو به العجينة. هنا راني دايرة 1.5 كاس، وعلى حساب يعني ما تعجنت لنا نحبسو 1.5 كاس ماء يكون دافي. الآن نمر مباشرة على طريقة إذا أول شيء نحطو الفارينة تاعنا. انا هنا غادي نستعمل البيتخان، لكن نتوما اذا ما عندكمش قادرين يعني تعجنوها بيديكم، بيتخان يعني ماشي مشروط، لكن اذا كان يعني موجود يكون من الافضل. طبعا نديرو له الملح ونخلطوهم شويه مع بعض. خلاص نخلطوه غير شويه ونزيدو المقادير الاخرى. نضيفو حليب بودره، خميره او خميره الخبز، السكر والزيت. اذا كما قلت لكم الماء راح نضيفه شويه ونشوف على حسب ما تعجت لنا العجينه. نديرو حنا دروك شويه ومن بعد نشوفو. خلاص الماء يعني نحبسو عند هاكا. الآن راح نخليها 10 دقائق تنعجن ومن بعد نحبسوها. خلاص راهي فاتت 10 دقائق، الآن راح نقلعوها. نديرو شويه فارينه في السطح اللي غادي نخدمو فيه، ونرفدو العجينه تاعنا هكذا، ونخدموها غير شويه بالفارينه هكذا. كما راكم تشوفوا يعني تجي كيما هاك، تجي طريه شويه. هكذا خلاص
نقطعوها قطع صغيرة، هكذا قد 6 أو 7 قطع، هي راح تلصق لكم يعني شوية في اليدين، لكن معليش لازم تكون هكا تتلصق. هكذا ونحكمو كل وحدة بيدينا، نعجنوها كيما هاك. هكذا فوالا، ونحطوها على جنب ونكملو الاخرين هكذا، نكوروها شويه حتى نكملوهم كاع. كي نكملو الخبيزات تاعنا كاع نديروهم في سيرفيات نحطوهم هنايا، نحطوهم هكذا في السيرفيات ونخلوهم يعني تقريبا فقط من 6 إلى 7 دقائق يريحوا هكذا هكذا فوالا. نغطي عليهم خلاص بعد مرور 7 دقائق فوالا، تكون ارتاحت لنا العجينه كيما هاك. باش تعرفوا الا يعني ارتاحت مليح ديروا صباطيكم كيما هاك، كي تشوفوهم يعاودوا شي يطلعوا دونك تعرفوا باللي العجينه مليحه. الان نديروا شويه تفارينه في السطح هكذا ونعجنوها، حلوها بالحلال هكذا. انا اليوم راح ندير لكم خبيزات شويه كبار وندير وحدين شويه صغار، خاطرش غادي نعمرهم من الداخل هكذا. فوالا السمك تاعها يعني يكون كيما هكا، ما تكونش يعني غليظه بزاف. فوالا ونوخروها لجهة ونواصلوا العملية. نحلوها مليح هكذا، فوالا ونواصلوا حتى نكملوا العجينات تاعنا كامل، ونوريكم من بعد كيفاش نقطع الاخرين الصغار. نواصلوا حتى نكملوا كل الخبيزات تاعنا. اذا انا راني درت خبزات كبار والان راح نديروا وحدين صغار لاني غادي نعمرهم. انا غادي نقطعهم بهذه دوائر صغيره هكذا، لاني كما قلت لكم يعني قادرين تاكلوهم مع الغداء او الفطور يعني تغمسوا بهم، كما قادرين تعمروهم لداخل ديروهم بالحشو وديروهم يعني تعمروهم وتاكلوهم كوم دي ساندويتش هكذا، يجوا صغيرين كيما هاك هكذا.
فوالا، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. انا درت الصغار ودرت الكبار، كما قلت لكم الصغار راح غادي ندير غادي نعمرهم لداخل. الان خلاص نغطوهم مليح، نحطو عليهم السيرفيات كما هاك من الفوق. ماذا بكم يعني ديروا حاجه يعني تقلوهم شويه، تكثروا لهم يعني لي سيرفيات. انا غادي نزيد نحط هذه من فوق هكذا، ونخلوهم لمده نصف ساعه يخمروا شويه، ومن بعد نوريهم لكم كيفاش نطيبوهم. نحطوا المقله تاعنا فوق النار على نار يعني هاديه شويه، نار قليله، وبلا ما نحطوا يعني اي حاجه في المقله، ديريكت يعني مباشره نحطوا الخبز تاعنا هكذا. يعني تقدروا تستعملوا الطاجين، لكن انا نفضل المقله. وغي شويه يعني غي شويه بعد ما نحطوها نقلبوها على الجهه الاخرى. هكذا نقعدو غير نقلبو فيها يعني من الجهتين، مخلوهاش طيب مليح يعني نقعدو غير نقلبو فيها. هكذا خطرة على خطرة نقلبوها للجهة الأخرى. فوالا نخلوها غير كيما هكا يعني حتى تنتفخ لنا كيما راكم تشوفوا. هكذا نزيدو نقلبوها على الجهه الاخرى هكذا. نقعدو غير نحركو فيها يعني ليق نقابلوها مليح، حركوها من فوق ومن تحت يعني ما خلوهاش طيب بزاف من جهه، نقعدو نقلبو فيها من فوق ومن تحت. فوالا نواصلو نطيبو كل الكميه اللي عندنا، ونقعدو كيما قلت لكم نحركو فيهم، نقلبوهم على الجهتين دائما هكذا. كل ما طيب لنا وحده نقلعوها ونخلو الاخرين يزيدو يطيبو، يعني ما يتحمروش بزاف، يتحمروا غير شويه في الوسط هكذا، ينتفخوا كما راكم تشوفوا.
ينتفخوا يعني ويجوا خاويين في الوسط، يجوا خفاف وخاويين في الوسط. هكذا انا راح نكملهم كاع. هذا هو البطبوطه تاعنا، راه وجا كما راكم تشوفوا. انا راني درت هذوك الصغار، يعني قلت لكم باش نحشيهم، يعني درت هنايا الحشو، اني عمرتهم هنايا بالجلبان والكفته والبطاطا والبيض، وهذا الشيء يعني كما تحبوا نتوما، الشيء اللي تحبوه تعمروا به، قادرين تعمروه بالطون ولا تعمروه باي حاجه يعني يحبوها الصغار في الدار. هادو هما يعني الصغار كما راكم شايفين، يجوا كيما هكا خفاف، ويجوا طريين بزاف وخفاف، ومام يجوا خاويين في الوسط كما راكم تشوفوا هنايا، يجوا خاويين يعني وخفاف، كتولوا طيبوا فيهم يعني يطلعوا، ومن بعد قاعدين تحلوهم بسهوله لانهم يكونوا خاويين في الوسط كما راكم تشوفوا هكذا. وهادو راني يعني درتهم هنا خبيزات كبار كما قلت لكم، يعني قادرين تغمسوا بهم يعني في الفطور او في العشاء، قادرين يعني تاكلوهم مع الماكله الاخرى، او حتى يعني في القهوه قادرين تاكلوهم معاهم، ويجوا ثاني خفاف. وني فوالا حليت وحده ثاني باش تشوفوها من الداخل كما راكم تشوفوا هكذا، يجوا خاويين. هذا هو البطبوط تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتطبقوها ان شاء الله وتنجحوا فيها. البطبوط يعني وصفه روعه وشباب بزاف يعني وخفيف، لكم هي وصفه مغربيه يديروها بزاف المغاربه، وان شاء الله ديروها نتوما ثاني وتعجبكم. كالعاده نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه. الى اللقاء.